الجفر الواحد عند الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، واستعطى من الإمام، صرت فقير عابر يسأل عن الإمام عليه الصلاة والسلام، لكن فقير عارف في الحقيقة، فقير فاهم. الإمام توجه إلى خازنه وقال: شوف شكو عندنا في خزينة كله أنفق كلها. حق الشخص فأعطاه $4,000، إجي شاف $4,000 والدينار الذهبية يعني صر يصير. قال: يا ابن رسول الله، إذا أنفقت كله لهذا الفقير ما للعائلة؟ الإمام الحسين قال: الله للعائلة. أنشد الفقير هذه الأبيات المشهورة، وفي الحقيقة أبيات قبلت عند الله تعالى حتى اشتهرت هذا الاشتهار العظيم: لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة. يعني فرد واحد اللي رجاك ما يخيب، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة. يعني الفقير إذا قيل له اذهب إلى فلان ما يقول أنه يطردني، يعتمد علي. لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة.